تعدنا كنا بها ما اكشن. كم جايب انت محب اليوم؟ والله شوف وايدين يا اخي، ان شاء الله اليوم ان شاء الله متامل خير انهم بيجونا مرضى يفكرون ان طبحن بناخذ من وراهم فلوس كمين قرش كمين والروح على اكل. جبتهم موجودينهم؟ ما ادري بس انت دعواتك، انا نشرت الاعلام في كل مكان ان نعالج وان كذا وان كذا. خلق قد يا مرحبا. السلام عليكم. مريض؟ سلام الجلسه. الله الله مريض. الله يشفيك. تفضل، هذا الدكتور انا المستشار. فيني صداع يا دكتور تقريبا له شهر. ايوه. وفيني غثيان. اي نعم. حالتك خطيرة؟ لا يا دكتور. ايوه. لا لا خطيرة. خطير خطيرة. الصداع طبعا يا دكتور يروح ويجي. خطير خطيرة. بناخذ على يعني شيء بسيط. انت كيف يجيك صداع وراسك هالكبر؟ شكرا والله يا دكتور. معك فلوس طيب؟ الحمد لله خير واجد. كم معك؟ اهم شيء اتشافى يا دكتور. كم معك فلوس؟ لا لا كم الفلوس اللي معك؟ موجود اخي اللي يذبح ديك احمر. اهم شيء اتشافى يا دكتور. خلاص شوف 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 مستشاري صرف له صرف له علاج. من اسمك؟ مشرف الشمري. ما شاء الله عليك مشرف الشمري. نعم. صداع؟ صداع بالراس وغثيان. خلاص ذبح ديك احمر وعقل راسه يسار، لا لا يمين كذا وكذا الجسم عقه يسار. يعني هل يعني هذا علاج؟ ان شاء الله ان شاء الله. حسابك كم عليه؟ 870 ريال. 870 ريال عليك. ولا يهمك. خليك يا دكتور خليك اثقل اثقل. فلوس فلوس. ان شاء الله انك بتصح. الله يعطيك العافيه. لا تنسى الديك. الله يعطيك العافيه. اذبح الديك. جزاك الله خير. يعني ان شاء الله هذا علاج بعد الديك ان شاء الله انك. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. السلام عليكم. كم لي من الفلوس؟ لا 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 بتفهمين؟ 60 جد جد. مرحبا. هذا يبتن حالته، يبتن حالته شديده. هذا يبتن. هذا بنبتل ايش فيه؟ هذا ظاهر انه مريض صدق. هذا مريض صدق. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام مرحبا. عندي مشكله. شو المشكله؟ ايش المشكله؟ ايش تعاني منها؟ اذا مشيت. ايوه. اذا مشيت. اذا مشيت. اي. رجولي تتحرك. اذا مشيت. انا واضح ان حالته قويه بس انا بتنازل مساعد. هذا يا طيب انت مشكلتك في مخك في رجلي. اذا مشيت. اذا مشيت رجولي تتحرك. ياس. تعال انت دكتور انا مستشاري شو طيب؟ شوف لي حل. علاجك عند مساعد مساعد. بسرعة بالله. معك فلوس؟ اكيد في. لحظة لحظة لحظة. لا كم معك؟ من؟ لا من اسمك؟ علاجي عندي اذا معك فلوس. فلوس اللي عندك؟ إذا مشيت. ايوه. رجولي تحرك. تحرك. إذا مشيت. جرب له أنت لو سمحت عشان نتأكد. شوف والله مشى، مشى رجولي تتحرك، الله يستر، الله يستر. إيش من ذبح؟ شو قول لي شو صرفه بأي شيء؟ أهم شيء ناخذ فلوس ويروح. نعم نعم شوف شوف. هذا ذبحتيك. لا ما ذبحتيك، بطة. بطة؟ اسمع. تعرف مع الدكتور طبعا أنا. تعرف البطة؟ البطة ذي؟ ايوه. اذبح بطة. قبل ما تذبح البطة خلي ياكلها تاكل بطة اكلها قبل اذبح تذبح بطة تاكلها وتدفع لنا 2700 لان حالتك شديدة صح صحيح لانك اذا مشيت يعني اكيد هذا اكيد 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 البطة اكلها ولا اذبحها واكلها؟ اذبحها وكلها بس قبل ادفع 2700 اطبخ معها شيء ولا لا بدون اكلها بدون اذبحها كلها كلها بدون طبخ على طول نية حتى ملح لا تسوي بعدها اشكر نجيش الله يبلشك يا دكتور بسم الله عليكم مستعجل مستعجل خذيت فلوس معه؟ ايه يا اخي حالاتهم غريبه والله ابتلشنا فيها والله غريبه قلت والله لا يبلعنا انت خلك ثقيل اذا رحت تستلم فلوس خلك يعني ما تبي فلوس خلك تعالج يا اخي ايش في فلوس اهم شيء فلوس ان شاء الله ان شاء الله في مريض ولا شيء ثاني ابشرك اليوم يومنا الاول اصلع 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 وعليكم السلام الله يشفيك صدق استشاري قرب 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 استريح وين وين اجلس؟ اي مكان اي مكان بس اهم شيء بعيد عنه السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف حالك؟ كيف حالكم؟ مساك طيب الله يعافيكم يا هلا وسهلا وش حالكم؟ شو تعاني من اسمك؟ من اسمي؟ ايوه من اسمي سالم تعاني من وين سالم؟ انا عندي ثلاثة امراض او اربعة
شرب سعد عينك انت ما يد معنا ان شاء الله امورك طيبه. اصلا واضح من وجيكم ما شاء الله تبارك الله انكم نعم نعم ما عندكم سالفه لكن اسمعوا يا الربع. لا لا ان شاء الله ان فيك فينا الخير. انا عندي المرض الاول اذا قفلت عيوني ما عاد اشوف. الله يستر. هذا المرض الاول. المرض الثاني ركبتي فيها صداع. الركبه فيها جهه صداع في ركبتي. المرض الثالث يا طوال عمر السلامة كتفي هذا يزكم كل يوم خميس بعد العصر. اشرب لبن الكتف ولا الكتف؟ تأكد تأكد. نعم نعم الكتف اليسار. كتف اليسار. عرفت شديد أوه. نعم وإذا قفلت عيوني ما عاد أشوف. إذا فتحت عيوني أشوف. لحظة لحظة. أنا حاط مساعد عندي هنا. أيوة. يحل الحالات الشديدة. طيب. فأنا أول حالتك له. حالتك هذه تسمى عندنا في قانون قميص 18. قميص 18. اسمعني يا اخوي سالم حياك الله. المشكله الاولى اذا غمضت ما تشوف. اذا غمضت ما عاد اشوف. اذا الحين انا ما اشوف اذا غمضت. اذا فتحت انا اجرب غمض. صادق ما اشوف. طيب وسالفه الركبه؟ الركبه يجيني صداع. حلو. والكتف يجيني زكام يوم الخميس بعد العصر كل يوم خميس. وانت على بالك تقول هذه الامراض الغريبه انك بتفوز علينا؟ علاجك موجود. الله يطول عمرك. 25 يوم تمشي بدون نعال حافي. ايوه فهمت. 25 يوم. ايوه شمس حر ليل نهار تمشي بدون نعال. هذا علاج ويش؟ العيون. العيون ايوه عشان تفتح عيونك زين. شيء ثاني كتفي زكم الله يصرف بليزك والله يبي يعني يقول ان احنا ما نقدر نعال. ما بخصوص الكتف ساعدني بخصوص الكتف. بخصوص الكتف اصلا انت غسلت ايدي من هذه النظاره اللي ما ادري فين جبتها. اسكت على الدكتور. بخصوص الكتف ما له دخل في الاسقاط هني. بخصوص الكتف. الكتف الله يرضى عليك. ايوه تذبح 13 ديك. كم؟ 13 ديك. 13 ديك. طيب تدفع لنا والديك ال 13 يكون ما يصيح ما يبغبغ. ما يبغبغ. ايوه الاك لازم يعني اي واحد ديك كو كف الا 13 دور ديك صامت واذبحه كو كف. ايوه تدفع لنا كم؟ شكله ما عنده فلوس. معك فلوس انت؟ تبغى عندي قطوع تبغون باب لكم غنم باب لكم كب كب. لا 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 تستعجل لا تستعجل. شيء غير الغنم شيء. هالك 84 غمارتين. وايد دهاتسن بقطع لكم القطوع عندي قطوع. لا لا ترى احنا ما معنا سالفه انا اخذ شيء. كم نبي كم يعني عندك غنم ولا شيء؟ بعطيكم سبع، واحدة منها مريضة. المريضة خلها لك وجيب الست. يلا. معكم هالوكس فيها شد شيء عشان لا جيبها في اللي عندك ونزلها عند واحد هناك عامل لنا سيل اقول له انت برا العزبة اقول عند اللي برا العزبة. ايوه عند المداوم. ما شاء الله تبارك الله اصلا واضح من مكانكم هذا اللي بعيد عن المدينة ما عندكم الا طلبة. عزبة المداوم بتصح ان شاء الله بس انا سد ياك. شوف كم عليك حمشديك 10 بسم الله عليك باذن الله. بسم الله عليك. وين الباب؟ الباب هناك هناك. اذا عينت حد مريض ولا شيء قل له اني تعالجت مع الدكاتره وصحيت وكذا. باذن الله باذن الله. هناك 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 الباب من هنا. من هنا؟ مع السلامه. قلت عليكم الله. الله الله يبلشك. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. لا 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 الله يعزك الله يعزك. الدكتور الله يحفظك. يعني لا دكتور ولا مريض. علم الناس علم الناس انك صحيت يعني وعالجناك. مع السلامه الله يحفظك. الله يستر عليك. روح روح مع السلامه. الله لا يسلم عدوك. ليش هو انا مرضاهم ما ادري بس ما عليه بنشر الاعلان. يوه والله كنا فلوس تمشي. يا هلا يا مرحبا. يا هلا يا هلا رحيهم. سم سم مكان مكانك. يا هلا يا هلا شلونكم؟ تمام الله يعافيك. بس لو سمحت عطنا سبانش لاتيه. تعاني منه ان شاء الله بعد الله. تعاني منه والله. انا جيتكم يا دكتور. انت سأل عن الاسم. اسمك حمد. حمد ايش تعاني منه يا حمد؟ انا اعاني منه يا دكتور. انا رجال صريح. ايوه والناس تزعل من الصراحه. اي صح. ايوه زين انا ابي لي حل الموضوع هذا. علاج الصراحه شوف تاكل لك بسه. لا يا لا لحظه لحظه صريح يعني بالمره صريح. حيل سواء امام كاميرات ولا خلف كاميرات كلها زين. طيب هذه الصراحه هل تحسي توديك الى التهلكه ام الى بر الامان؟ بالنسبة لي أنا أشوفها بر الأمان بس الغير يمكن يشوفها بتهلكة. حلو
رهيب ليش هذا صديق؟ وش رايك سمعتنا كيف في العلاج احنا الاثنين؟ انا ما جيتكم على اساس سمعتكم الطيبه ان كل الحلول عندكم. ابشرك. غير هذا التيشيرت وان شاء الله كنت قامل، بس معك فلوس قبل يعني لان اعطيك الوصفه كامله؟ موجود. انت تقل لا تقوم، هذا اطلب عليك سعر خيالي. زين يعني ما ودك تصارح، ودك تعطي على الوجه؟ طيب عندك حلول اخرى يعني؟ ازيدك ازيدكم انت عند الدكتور. خلاص اول شيء حسابك بيكون 5000. بس والله يا رخصكم الله. ابشر بسعد عينك. وطال عمرك اللي علاجك ذبح تيس في 16 لون. اي لون؟ اخضر اصفر ابيض. ثلاثة تيوس جبنا بدون ما تذبحها. ثلاثة تيوس حمر حطها مع واحد جانا سالم مرض وده هناك. ثلاثة تيوس تكون نعيمي. ايوه نعيمي. والباقي ضبط امورك فيها زين. 5000 وينها؟ موجوده لينك شبكه. شبكة نص الراف الله يبليه. شفت خلاص ارسل لي خلاص يا ابن سلك المحسن. هذا رقمنا وارسل علينا وانشر اعلاننا في كل مكان. ابشر لا بيجي وهذا ثقل. حاول تعطي ثقل. يلا يعطيكم العافية ما قصرتوا وبيض الله وجيهكم. الله يحفظك وياكم ان شاء الله. اعطوني ربع ساعة وهي جايتكم. لا انا تعالوا يا شباب تعالوا من اللي باقي ان شاء الله برايه بيجون الشباب سلطان تغيب. ما عليه اموره طيبه. اول شيء بيض الله ويوفقكم على جميع الامور. وفكره حسين الصيعري بيض الله وجهك على الفكره الطيبه. هذا المشهد يمثل احد الناس اللي يضحكون على الناس. انا اقرا وانا اسوي واذبح ديك واذبح غنم وروح. اليوم الحمد لله رب العالمين في كل دول وخاصه حنا دول الخليج عندنا الأمن والأمان وعندنا المستشفيات وعندنا الحكومة مهيئة كل الطرق. أنك تروح للمستشفيات وأنك تأخذ علاجك والعلاج اليوم صار بالمجان. صحيح. بفضل الله وحمده في دول وفي ناس ما عنده علاج. لا الإنسان إذا ياه أمر من أمر الدنيا لازم يثق بالله سبحانه وتعالى. ثم أولياء الأمور وحكومتنا الرشيدة وحكامنا الله يطول بعمارهم فتحوا مستشفيات وحطوا وزارة الصحة لعلاج المرضى. لكن الإنسان قبل كل شيء لازم ثقته بالله. هذا مشهد بسيط ونتمنى أن توفقنا به. وزيد عليها بس نقطة. تفضل يا سبحان الله في ناس يروحون يتعالجون بالأدوية بالمستشفيات. فيه علاج اللي هو قراءة القرآن، أنك تعالج نفسك بالقرآن، أنك تقرأ القرآن بشكل يومي. صحيح صادق. ولا أحد يهجر القرآن لأن القرآن أجره عظيم. بيض الله وجهك. الله يهينكم بيض وجهك. أول شيء طوال عمر السلامة إن شاء الله أن الرسالة أنها وصلت. وثاني شيء طوال عمر السلامة البيئة اللي شرحناهم في المسرحية هذه قبل شوي حاولوا أنكم تحاربونهم بشتى الصور، أما ببلاغ للجهات المعنية أما بعدم التواصل معهم، لأن حكومتنا الرشيدة وجميع دول الخليج مهيئين لنا جميع الأمور اللي تخصنا سواء في أمراض أو في غيرها. فيها أشياء يا طوال عمر السلامة حق علينا نحن نبتعد عنها وحق علينا نحن نحاربهم هذه الفئة بالذات، لأن هذه الفئة لا تمد للحقيقة بأي صلة أبدا. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن الله يعيننا وإياكم على كل حال. شيء مع كلمة كفيتهم مع كلمة. وهنا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. بيض الله وجهكم جميع. انتبه للمسمار. العب يا اسطى.